بالنسبة للفقرة الثانية من راديو نيات باش نحكيو على إذاعة محلية تحصلت مؤخرا على الرخصة من الهيكل، نقول لها مبروك، اللي هي إذاعة نفزة وإفين اللي مقرها في ولاية قبلي. سينو نجمو نسموها زادة عبر الانترنت. إذاعة هذايا إذاعة صغيرة ما عندهاش برشا من اللي بدات، مي بالنسبة لمتساكني ولاية قبلي تمثل لهم حاجة كبيرة. مولود صغير وكبير وفي نفس الوقت خاطر مولود محلي وان بلوس معناها كيخذي الرخصة عزت عليهم برشا الحاجة هذي. باش نحكيو بالتحديد على نوعية الجوائز، خاطر الجوائز اللي قدموها سبيسيال شوية. مثلا في برنامج سامدي سوار للزميل باسم بن حمادجي، البرنامج هذا يجي كل نهار سبت من 10 متاع الليل للنص الليل، كان قبل من 9:30 لل 11:30، توا بحكم البرمجة الجديدة ولا من 10 متاع الليل للنص الليل. البرنامج يستضيف مجموعة من نجوم عبر الهاتف باش يحكيوا على جديدهم ويحكيوا على مسيرتهم الفنية، كما زاد في برشا مسابقات. المسابقات تربح جوائز، الجوائز مثلا دي بون داشا من المغازات المحليه، تلفز، تليفونات، برشا حاجات كيما هكايا. حظ موفق للزميل بسام بن حمادجي، حظ موفق لكل العاملين في اذاعه نفزه وافهم، وان شاء الله علاش لا من بعد مده ولا من بعد سنوات تولي فريكونس نتاعها توصل حتى للعاصمه. يعطيك الصحة. هلا كالعادة فما برشا حاجة تشد في الرادونيات، وباهي كي نمشيو للرادونيات للراديو المحليين اللي فريمون حتى حد ما يسلط عليهم الضوء، اللي هما يخدموا في فوالا.